فترة كبيرة جدا بنعد لليوم ده اللي هو بداية تواجد الأعضاء والفرق الرياضية في النادي. احنا النهاردة بادئين بفرع الشيخ زايد، بنطمن مش احنا الحمد لله معدين لكل شيء، جاهزين لكل شيء من ناحية التعقيم، من ناحية البوابات التعقيم اللي احنا اتكلمنا عليها على كل بوابات النادي، من ناحية العيادة الطبية عندنا غرفة عزل لو لا قدر الله في أي حالة مشتبه فيها، المواد المعقمة السانيتايزرز موجودة في كل النادي، بننفذ كل التعليمات وبندي تعليمات لكل الناس اللي مش عارف، لازم يكون في ماسكات ولازم الأماكن المغلقة ممنوعة تماما إلى الآن حتى تصدر لنا تعليمات جديدة من وزارة الصحة والشباب والرياضة. الأمور الحقيقة الحمد لله يعني كلها على خير، يعني منتظمين في كل شيء، الأعضاء مستجيبين استجابة شديدة جدا، لو أي حد عنده ملاحظات بنحاول ناخدها، الطاقم الطبي موجود معنا بيغطي كل شيء وبيلبي كل شيء، برغم ان في بوابات تعقيم وبتقيس درجه الحراره عند الدخول، عندنا برضو اجهزه لقياس درجه الحراره طول الوقت في حديقه النادي وفي الاماكن اللي بيرتادها الاعضاء، في عنايه خاصه بالاطفال، يعني كل الامور مغطينها تمام الحمد لله. وهنبتدي دلوقتي، يعني احنا جينا مع السيد رئيس النادي كابتن محمود بنشوف فرع الشيخ زايد وهنتجه مباشره على الجزيره ثم مدينه نصر باذن الله. الكابتن محمود اول ما جينا كان هو بقى له فتره متابع وبنقول له ان احنا عملنا اجتماعات واتفقنا مع مدير الادارات على كل التفاصيل، والحقيقه كانوا بيفيدونا برضو هم بحيث ان هم اللي على ارض الواقع واللي بيقابلوا المشاكل او ليهم دايما ملاحظات. عملنا مع النشاط الرياضي برئاسه كابتن رؤوف عبد القادر، فبنبلغ كابتن محمود طول الوقت ايه اللي بيتم. هو النهارده جاي يطمئن ان الامور اللي كنا بنتكلم فيها طول الوقت منفذه على ارض الواقع. كان مهتم جدا بوجود غرفه العزل والحمد لله طمناه وورناه. غرفه العزل موجوده فيها، غرفه العزل مش لازم يكون فيها حد مريض بالكوفيد بالكورونا لا قدر، بس لاي حاله هنشتبه فيها درجه حراره ارتفعت لاي سبب اي حاجه من الاعراض بنعزله تماما عشان ما يبقاش فيه خطر لا قدر الله لو ثبت ان هو عنده كورونا، فبنعزله تماما عن اعضاء النادي الى ان نوجهه اللجنه الطبيه ليها بروتوكول واتفاقات مع بعض الاماكن، وفي عربيه اسعاف حضرتك عارف في كل فرع في النادي، فالى ان ننقله بيتواجد في غرفه العزل ما معهوش اي حد غير الطاقم الطبي بس، والطاقم الطبي مجهز تماما ومعزول بكل الماسكات وبكل الشيلدز وكله، وبنوجهه للمنطقه المكان اللي هو هيتوجه ليه للمتابعه واتخاذ العلاج اذا كان يحتاج. غرفه العزل مجهزه بحيث ان فيها اسطوانه اكسجين وفيها طبعا سرير طبي وفيها كل الوسائل الراحه للشخص المشتبه فيه الى ان يتوجه الى المستشفى او المكان الاخر ان شاء الله. كل بوابه هيبقى فيها ده لاي سبب حصل عطل في الجهاز اللي بيقيس الحراره ان شاء الله، طبعا بوابات جديده واجهزه جديده، لكن احنا بنفترض كل شيء لو لا قدر الله حصل اي حاجه يبقى احنا برده جاهزين. غير كده زي ما قلت لحضرتك اثناء اليوم بنتابع، ما هو اللي دخل الصبح ده ممكن درجه الحراره ترتفع بعد شويه، بنتابع بصوره يعني راندوم كده ما بين الاعضاء نشوف نطمن عليهم، والاعضاء الحقيقه مستجيبين وسعداء بجد، يعني قابلنا كذا حد مع كابتن محمود دلوقتي قالوا له ان احنا الحقيقه مبسوطين قوي بالاجراءات اللي شفناها لغايه دلوقتي. طبعا احنا لسه في بدايه اليوم، احنا متابعين دلوقتي الجزيره فيها عدد كبير ومدينه نصر فيها عدد كبير يمكن اكتر من الشيخ زايد شويه، هنروح هناك وهنتابع وهنقيس وكل الدكاتره موجودين واجهزه وجهاز التمريض موجود، هنتابع طول اليوم مش بس بنكتفي بالبوابات. احنا اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما بنقول لهمش حاجه ابدا، دايما هم احنا بنثق فيهم وهم افضل مننا في الحفاظ على ناديهم، احنا بنثق في الاعضاء وعارفين ان هم ملتزمين وخايفين على صحتهم وهم الحقيقه مقدرين اللي احنا بنعمله خوفا على صحتهم، فالتعاون كامل مع الناس، ما شفناش حاله واحده لغايه دلوقتي في الفتره اللي قعدناها دي بقى لنا ساعه وشويه، ما شفناش حاله غير منضبطه، حاله مش لابسه ماسك، الحقيقه حتى الاطفال اولياء امورهم ملبسينهم، الناس ملتزمه.